والله العظيم كنا نلعبوا نقصين صح ابراهيم اليوم شكون لا نقصين بين قوسين يعني ما قلت نقصين باش نلعبوا ديس ولكن في العطاء محرز كان غايب يا خويا لا لا محرز كان غايب ما دخلها ليش ما شوف محرز كان غايب محرز مباراه انغولا غايب والمباراه نتاع اليوم غايب الاستاتي هضر عليه ها قالها والغوندمون تاعو يهضر عليه الاستاتيستيك يتكلم قاسي على اللاعبين ابراهيم اش قاسي انا نقول الحقائق يا خالد قلت لك يا اخي ابراهيم انا الحق انا ما عنديش انا عندي لا سبونتانيتي تلقائيه في الكلام انا اللي نشوفه نقوله واضح